صباح الخير لكل مشاهدي مريم تي في، وصباح الخير لكل متتبعي برنامج كوفي بريك. هالبرنامج اللي تعودتوا تشوفوه من الاثنين للجمعة الساعة 8:30 الصبح ويوم الجمعة معي أنا لارا. وفيكن تتابعونا عبر الرابط المباشر على صفحة مريم تي في على الفيسبوك أو من خلال اليوتيوب. ومنبلش بالفقرة الأولى خبرية وحكمة. كان في رجال غني عم بيزور معرض للرسم وشاف لوحة جذبت انتباهه مثل ما جذبت أنظار الآخرين. كانت اللوحة لأرملة فقيرة بحيط فيها أطفالها، وقد طردت من بيتها وهي واقفة وعم تتذلل لرجال هو صاحب البيت، وعم تتوسل له هي وعم تبكي إنه ما يشحطها من البيت هي وولادها. والرجال القاسي بيظهر باللوحة انه عم يشحطها لاولاد، عم يشحطها هي وولادها بكل قسوه، وعيون الاطفال عم تتطلع فيه وخايفه ومرعوبه، الا واحد منهم كان عم يطلع فيه بنظرات التحدي. والغريب انه هالرجال الغني تسمر امام هيدي اللوحه لانه تذكر هيدا الموقف، انه هو هيدا الرجال القاسي، وصار قلبه يدق بسرعه والعرق يتساقط من جبينه لأنه شاف عمله أمامه، وصار بده يشتري اللوحة حتى يمحي أثرها. فراح لعند الرسام يلي رسمها وقال له بدي اشتري هيدي اللوحة. فوقف الفنان وهو عم بيطلع فيه وقال له ما رح بيعك هاللوحة أبدا، ورح تضل بالمعرض حتى يشوفها العالم كله. فسأله الغني للرسام وليش؟ وجاوب الرسام لأنه هيدي الأم هي أمي وأنا واحد من هالأطفال. فقرر الغني أنه يهرب، إنما الفنان قال له وإنت هيدا القاسي يلي ما رحمتنا. فرجع تسمر الرجل الغني بمكانه وصار يجرب يبرر حاله وينقص حاله من هالموقف، ولكن الفنان استمر بحديثه بصوت عالي وقال هل اتضايقت لأني وضعت أمامك أحد أعمالك القاسية؟ بس رح قلك بكرة أمام الله رح تشوف كل أعمالك أمامك حتى يحاسبك عليها. فتخيلوا مشاهدينا إذا كل واحد منا زار معرض للصور وشفنا حياتنا بهالصور، شفنا كل شي عملناه بحياتنا، الأشياء المنيحة والأشياء المش منيحة، يا ترى شو رح يكون شعورنا؟ ورح يجي يوم وكلنا رح نوقف أمام الله لنتحاسب على أعمال حياتنا، ورح نشوف كل شي بوضوح. وبما أنه الله هو إله الرحمة، فبعد عنا الفرصة أنه نصنع صور ما نخجل منها وهي يلي عم تبعدنا عنه. وكل يوم بحياتنا هو يوم جديد حتى نتصالح مع ربنا ونتقرب أكثر من سر التوبة، حتى نقدر رغم ضعفنا البشري نصنع صور حلوة. ننتقل مشاهدينا هلأ لفقرتنا الثانية، صحتك بالأول. سألنا بعض الأشخاص إذا بيهتموا بصحتهم وإذا بيعملوا فحوصات دورية أو بيزوروا الحكيم من وقت للتاني. ودكتور فرانسيس موسى اختصاصي بالأمراض الداخلية واختصاصي بالطب الداخلي رح بيقلنا من الناحية الطبية رأيه بالأجوبة. نسمعهم سوا. أنا من الأشخاص إذا حسيت صار
ما عايشة عم بني شيء، مش دغري بروح على القليلة 48 ساعة حتى لو في حرارة، بعدين ببلش فكر بالموضوع. أكيد لازم الواحد يهتم بصحته، لأنه أول على آخر رح يرجع يروح، وحتصير الكلفة عليه أكتر بكتير كمان إذا بعدين دهورت حالته. بالنسبة لأعمل فحوصات دورية كل فترة؟ لا، ما بعمل فحوصات دورية كل فترة صراحة، بنطر لحتى أحس بشي لحتى أروح عند الدكتور، وإن كيس حسيت حالي مرض بنطر على حالي شوي. إذا كان حسيت حالي أنه أنا ممكن تحسنت شوي أو مش الحال، ما بروح عند الدكتور. Thank you. أنا من الأشخاص اللي بيهتموا بصحتهم، وإذا طلب مني شي الحكيم دغري بروح بعمل فحوصات. بالنسبة للسؤال إذا بنهتم بصحتنا أو لا، usually I do almost كل 6 أشهر أو كل سنة بعمل regular check up متابعة. بالنسبة للصعيد الصحي، أنا من الأشخاص اللي ما بتابع حالي صحيا غير ما إذا حسيت بأي عارض بلجأ للدكتور لأعمل فحوصات. بحب وجه نصيحة للمواطنين الكرام كطبيب استشاري بالطب الداخلي بخصوص الأوضاع الصحية اللي بيمرق فيها الشخص. عادة الإنسان بيكون مضطرب أو بيكون عنده هم بصحته، بيكون عم تتطور الأمراض المزمنة اللي هي ما بتتركنا بحالنا وبتلحقنا. عنا مشكلة إنه منلاحظ إنه الناس عادة بتحاول تتفادى استشارة الحكيم، تاخذ معلوماتها من مصادر تانية، بتحاول تتعالج بالتي هي أسهل، وبيعتبروا انه يمكن هيك عم بيوفروا على حالهم تكاليف كبيره. نعرف انه القطاع الصحي اليوم عم بيمروا بازمات كبيره وانه العلاج مكلف، ولكن في شغله ما ننساها انه هي مبدا واساس، انه ما نلتهي نحن بالشيء اللي عم نشوفه هيك خارجيا وسطحي. بنضل اهم شيء انه بوضع صحتنا لازم نستشير الحكيم، لانه هو الشخص الاكثر شخص يعني ممكن يعطينا النصيحة المفيدة ويساعدنا، ويكون في حوار مع الحكيم، نستشير وين ما كان بعيادته بمستوصف، بس ما نجرب ناخذ أدوية على نصيحة أشخاص تانيين ما عندهم يعني الخبرة أكيد، ويمكن العلاج اللي يتاخذ ما يلائم الشخص أو يلائم حالته. بقى بس المساج اللي بحب وصله إنه شوي نفكر انه الوضع الصحي ما فينا نهمله، وانه المرض المزمن قد ما نحاول انه نتغاضى عنه او نتجاهله هو موجود، وانه رح يجي يأذينا بعد اكثر، وبصير التكاليف اضعاف اضعاف المعينة يمكن اللي بدها تندفع بالبداية. بس الاهم انه نكون على طريق الصحيح وعلى طريقة العلاج المضبوطة والحقيقية، لانه نحن على المدى الطويل بنرجع بنكسب ونربح. بقى برجع بوجه نصيحة لإخواني المواطنين إنه ما تترددوا، سألوا الحكيم عن كل شغلة واستشيروا، لأنه بتاخدوا نصيحة المضبوطة وبتاخدوا المعلومات المؤكدة وبتعرفوا كيف بدكم تتصرفوا بوضع صحتكم، أحسن ما تكونوا عم تراهنوا على علاجات يمكن هيك عشوائية نوعا ما، أو ما تكون كافية أو ما تكون دقيقة، وبنرجع ندفع الثمن أغلى وأغلى بعدين. وصلنا مشاهدينا لآخر فقرة نشاطات وأخبار. مدينة ويتر بألاسكا هي مدينة غريبة وفريدة من نوعها، حيث بعيش جميع سكانها بنفس البرج المكون من 14 طابق ومكتب البريد والكنيسة والسوق والعيادة ومركز الشرطة والمدرسة، كلهم متواجدين بنفس البرج. وبعيش جميع سكان مدينة ويتر النائية البالغ عددهم 272 بالجزء العلوي من قناة الممر بألاسكا. والطريقة الوحيدة للدخول لهيدي المدينة الهادية والخروج منها هي نفق بمسار واحد، يعني ما فيهم للسيارات يمرقوا بأي من الاتجاهين مرة واحدة بالساعة، والنفق بسكر بالليل. لهيك هالبلدة ويلي أطلق عليها اسم أغرب مدينة بألاسكا بتصير مقطوعة تماما حتى صباح اليوم التالي. ويذكر أنه كان قد تم تطوير المدينة من قبل الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، واستخدمت كميناء عسكري وقاعدة لوجستية.
قلدت النساء بألمانيا مناصب قيادية على نحو متزايد خلال السنوات الأخيرة، مثل ما أظهرت أرقام المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية DIW. وبينت الدراسة يلي نشرتها صحيفة فرانكفورتر سايتونغ أنه النساء يلي بيشتغلوا بدوام كامل عندهم نفس الفرص لشغل منصب قيادة مثل الرجال يلي بيشتغل بدوام كامل. وبحسب الدراسة شغلت حوالي 5% من النساء العاملات بدوام كامل مناصب قيادية بعام 2000، بينما ارتفعت نسبتهم إلى 7% عام 2020. وبالمقابل تقلص شغل الرجال يلي كان يشتغل بدوام كامل للمناصب القيادية من 7% من سوري عفوا من 9% ل 7%. وبحسب الدراسة تشغل النساء حوالي ثلث المناصب القيادية بألمانيا، وبالوقت نفسه فإنه النساء ما بيشكلوا إلا حوالي ثلث العاملين بدوام كامل. ننتقل لخبرنا الثالث. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية اختيار الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي سفيرة للفنانين الشباب العرب للعام 2023، بناء على المسيرة الفنية الطويلة، قائلة إنه ماجدة الرومي تعتبر مدرسة فنية عرفت بنهج الالتزام والرزانة باختيار قصائدها. وأشارت الأمانة العامة إلى أنه لماجدة الرومي نشاطات إنسانية متنوعة وعديدة، بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية الأخرى يلي أطلقتها بالعام 2012 من خلال تخصيصها عائدات إصدار الأول من ألبوم غزل لصالح تمويل صندوق الطلب المحتاجين بالجامعة الأمريكية ببيروت، والكثير من المساهمات الخيرية والوطنية الخفية لدعم وطننا لبنان بأزماته. نوصل لخبرنا الأخير. نظمت لجنة السينودس المركزية بأبرشية بيروت المارونية لقاء بالمركز الرعوي الأبرشي، جمع أعضاء اللجنة وسفر السينودس بالرعاية وممثلين عن كل مكتب ولجنة رعوية، إضافة إلى المكرسين والمكرسات والنقابات. تم خلاله عرض لوثيقة العمل للمرحلة القارية بعنوان وسعي أرجاء خيمتك الصادرة عن الفاتيكان، ورح نشوف معنا كمان فيديو خلال اللقاء يلي صار بأبرشية بيروت. وتوزع المشاركين إلى مجموعات للإجابة عن أسئلة الفقرة 106 استناداً للوثيقة، وذلك بهدف كتابة تقرير المرحلة الثانية. والوثيقة القارية هي الوسيلة الفضلة يلي بواسطتها ممكن تحقيق حوار الكنائس المحلية مع بعضها ومع الكنيسة الجامعة. والملفت والأمر الإيجابي يلي صار هو التجاوب والحماس والمشاركة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي، وكانت الأجوبة يلي اشتغل عليها المؤمنين من كافة أنحاء العالم كانت صريحة ومؤلمة، واعتبروها علامة منيحة حتى تتم عملية الإصلاح بالكنيسة. وذكر أنه لا خوف على الكنيسة، فهي منا من صنع البشر، بل سلطة الله هي يلي صنعتها. والتحضير لهيدي الوثيقة بلش تقريبا من قبل بسنة، حيث كل الرعاية كانت مجندة للقاءات وحوارات، وكان في محاور 10 كان عم بيصير نشاطات ويتناقشوا فيها. وهون عم نشوف لقطات من اللقاء يلي تم خلال الوثيقة، وهول المجموعات يلي تقسموا كرمال يحضروا للوثيقة الثانية. وصلنا هون لآخر خبر. بعدنا لكن عم نشوف تقسموا المجموعات لثلاثة،
وكل مجموعة كانت عم تحضر لموضوع معين مثل ما عم نشوف بالفيديو. وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا لليوم من كوفي بريك، ومثل العادة بحب انهيها بجرعة حب. ما رح فكر شو ناطرني هالسنة، رح ركز نظري على البواب المفتوحة ومش على البواب يلي عم تتسكر. رح عد النعم يلي عم تعطيني اياها وما تعب تفكيري بالاشياء يلي مش لإلي. رح شوف ايدك بكل محنة بتصير معي وما اسأل حالي كيف بدها تنحل لأنها بأيادي أمينة. قدام الأمور يلي بشوفها مستحيلة رح عيشها بإيماني ومش بتفكير البشري. رح اهتم بالتفاصيل الصغيرة بحياتي بس ما رح انهم لأنه بعرف أنه أنت دايما معي. ورح ضل عبي قلبي سلام ومحبة وما أنطر من العالم يكفيني، فصرت وأكيد واثقة أنه نعمتك وحدة يلي بتكفيني. وشوفكن مشاهدينا بحلقة جديدة، الله راد والله معكن. Bye.